انا بصراحه الهوم ميد ميك اب او اي وصفه انا بعملها بحس انه دايما بتسال كتير جدا جدا ان ايه الحاجات البدائل. مثلا لو في ناس مثلا عندها حاجات ممكن مثلا لون روج قرب يخلص، طب بدل ما ممكن ارميه وانا حابه لونه ممكن ان انا اصنعه تاني ويبقى ليها مالتي يوز، يعني يبقى مستخدم مثلا في بلاشر كبلاشر كتنت للشفايف. ارجوكي بقى عشان يعني الحاجات دي يعني فيها بتستنفذ ميزانيتنا صح طول صح الوقت. بالظبط. فانا النهارده هعمل ان شاء الله 3 وصفات. يلا اول حاجه هعملها وصفه لتفتيح الجسم، دي وصفه هايله انا بحبها جدا جدا وانا بستخدمها شخصيا. اوكي، الاول بجيب صابونه مبشوره. اوكي، انا بشرتها الاول هحطها كده. ريحة حلوة، عاملة ريحة مع الكاندل كمان، عاملة ريحة في الاستوديو لا هنا. انا يعني بحب كده بحب الدلع. اشتغل بمزاج. اوكي، هحط الصابونه كده وبعدين هحط عليها ميه مغليه علشان الصابونه تفك. برضو الصابون ده بيبقى عندنا بواقي كتيرة بالظبط، وبيقولوا بروة الصابون دي بنرميها. ايوه. نعمل فيها ايه؟ اوكي، بخلطه كويس وبعدين هحط عليه لبن بودرة، معلقة واحدة من اللبن البودرة. عايزة أقولك الوصفة دي وحياة ربنا يعني وصفة سحرية خطيرة. ناس دي كتير تفتيح فعلا بقى البقع. بتبقى عايزة تفتيح البشرة ده كتير، وبيستخدموا كريمات ما بتعملش أي نتيجة. ده لا ده بصي بجد بجد الوصفة دي انا بجربها على طول دي بقالي ليه؟ عشان توحد اللون يا دينا. يعني دي ايه لا يا دينا اللي بتفتح، حطيتيها في الآخر ده دي؟ بودرة تلك. بودرة تلك. اوكي، يبقى حطيت صابون الصابونة مبشور المبشورة. مبشور مع مية مغلية بالظبط، مع بصي معلقة لبن باودر، بقى عامل زي الكريم كده. مع بودرة تلك. ده بحطه انا باخد شاور. اوكي، عايزه اقول لك بتخلي الوش منور. سوري، الجسم انا بحطها في الجسم مفتح، المسام مفتح جدا جدا جدا. حتى يا دينا كلها وصفات الستات طبيعيه. والبنات اللي بيشتكوا انه في بعض المناطق في الجسم، بعض المناطق بتبقى غامقه صح، زي المناطق الحساسه برضو ممكن احطها فيها لان هي كلها حاجات طبيعيه. بس البنت تقولك من اول مره ما عملتش حاجه، اهو بصي لا انا ما الحاجات دي عايزه بقى تستمر. كل شاور يعني كل ما تاخدي شاور تعمليها. اوكي، بتقعد قد ايه على الجسم بعد نغسلها؟ انت بتدلكي بيها الجسم كله، هتلاقي حتى جسمك كله بقى لونه ابيض كده خالص. وبعد كده بتاخدي شاور تنزلي عليه الميه. ميه ورد والزيت. دي ميه ورد. ميه ورد كمان، ميه الورد بتدي كمان بتنعم الجسم قوي. هي بتنعم وبتنور وبتفتح وبرده معطر للجسم. ده بقى انا بحبه قوي، ده زيت عطري بالياسمين، انا بحبه جدا الله. جدا. اوكي، طب دينا ده بقى ممكن يتعمل ويتحط ولا كل مره لازم تعمليه جديد؟ ممكن يعني ممكن لا مثلا ممكن تعمليه لو انا وتبقي لو باخد دواء، لو انا باخد يعني مثلا باخد شاور كل يوم. اوكي، فممكن تستخدميه تحطيه في علبه كريم برطمان او علبه وتحطيه في الثلاجه. اوكي، لما تيجي تاخدي شاور تطلعيه. بصي قصدي مش كل مره لازم تعملي، هيجمد فعلا يعني. لو اتقفل في حاجه محكمه جدا يبقى معايا. المهم ان احنا نحطه في الثلاجه احتياطي. اوكي، وده معلقه كمان جليسترين بقى كمان تحفه. الله، لانه بينعم جدا جدا جدا. يبقى حطيتي ميه ورد، انا كتبت الحاجات دي على معلقه جليسترين دي وصفه وأي سحريه خطيره. خطيره بجد فعلا. اولا كمان الزيت العطري بيفضل في الجسم بالظبط جدا، وغير الريحه الجميله بقى. يعني بتهيألي انا هنام لو عملت ال يعني ريحته حلوه كتر قوي جمال يعني. الريحه دي شاور قبل النوم يدي نعومه وجميل. بصي، وده نحطه في اي في اي مثلا كريم فاضي عندنا، علبه كريم فاضي عندنا تلاج. نغسلها بس كويس ونعقمها بميه مغليه. اوكي، ونحطها وكل ما نحتاج نستخدمها على الجسم. اوكي، نحطها حلوة كل شاور. دي اول وصفه.